هذا المطلب خلاف بين الفلاسفة وبين الأصوليين. بعض ذهب إلى أن الحسن والقبح، عندما نقول الصدق حسن والخيانة قبيحة، هذه الحسن والقبح هل هما أمران واقعيان في هذه الأشياء أم هما أمران اعتباريان بجعل العقلاء لهم؟ أي منهما؟ قولان في المثل. نحن عندما نقول زيد ممكن أو الإنسان ممكن، الإمكان باعتبار أو هو أمر واقعي؟ أمر واقعي. الإمكان ليس بجعل جاعل، فإن الإمكان الله واجب، الوجوب أمر واقعي، لو أمر نحن اعتبرناه له هو أمر واقعي. نحن نريد أن نرى أننا عندما نقول الصدق حسن وعندما نقول الخيانة قبيحة، هذه حسن وقبيح، هذه من قبيل الوجوب من الأمور الواقعية، لو من قبيل الأمور الاعتبارية عندما يعتبر الشارع، عندما يعتبر المشرع يقول أنا اعتبرت أن هذه الورقة قيمتها 10 دراهم وأن هذه الورقة قيمتها ماذا؟ 100 درهم. أي منهما؟ هذه من الأمور الاعتبارية المعتبرة المرتبطة باعتبار العقلاء. يعني لو لم يكن عقلاء، يعني الصدق حسن والخيانة قبيحة، أو لا قبح ولا حسن، أي منهم؟ قولان في المثل. قول يقول أن الصدق حسن والخيانة قبيحة لأن العقلاء لحفظ النظام اعتبروا لهما الحسن والقبح، فلو لم يكن هناك عقلاء ولا مجتمع، الحسن والصدق والخيانة يفترق أحدهما عن الآخر؟ لا يفترق. وقول يقول لا، سواء كان هناك اعتبار أو لم يكن هناك اعتبار، كان هناك عقلاء أو لم يكن هناك عقلاء، كان هناك اجتماع أو لم يكن هناك مجتمع، فإن الصدق حسن كما أن الله واجب. الله واجب مرتبط باعتبار أحد؟ مرتبط بوجود أحد؟ لا، الله واجب سواء كنت موجود أو لم تكن موجود. السيد الشهيد مبناه أن الحسن والقبح في الأفعال التي تتصف بالحسن والقبح هما أمران واقعيان على حد الوجوب والإمكان في أحكام العقل النظري، وخلافا لذلك جملة من الفلاسفة يذهبون إلى أن الحسن والقبح من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها العقلاء لحفظ النظام، ولولا العقلاء ولولا حفظ النظام الاجتماعي لما قالوا الصدق حسن ولما قالوا الخيانة قبيحة. واضح المطلب؟ يعني لو فرضنا أن إنسان وجد، فإحنا لا نستبق الحديث، المهم هذا، وهو أنه يوجد قولان في المسألة. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يتكلم على أي مبنى؟ على مبناه، وهو أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية لا من الأمور الاعتبارية. قال وبالتحليل نلاحظ رجوع